بداية أخبارنا اليوم كانت زينب، وقت حكينا عن الحرف وخاصة الحرف اليدوية، النحاس والقصص هي اللي عن جد متميزين نحن بسوريا فيها رغم جميع الظروف. الحرفة السورية يلي شكلت حالة جمالية وبصمة مميزة وبطاقة عبور اجتازت الحدود، لكن مصدر إيد سورية بامتياز كانت وما زالت الحارس الأمين لها لتحافظ على ألقى ولا تتطور أكثر. رح نعرج على كل جديد بحرفة صناعة النحاس مع شيخ الكار ضيفنا عدنان تنبكجي، أمين سر هيئة مدربين حاضنة الدمر المركزية للفنون الحرفية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا ببيتنا الجديد القديم الجديد مبروك. خلينا نقول اهلا وسهلا فيك. يعني دائما يعني شيخ الكار عندهم اشياء جديده وخاصه بصناعه النحاس، عرفنا اول شيء عن الجديد بهذا المجال. والله نحن ساعدنا موضوع الحاضنه انه نطلع جديد، لانه موضوع الدمج لعده فنون مع بعض البعض نستخلص حرفه جديده بتواجد الحرفيين وشيوخ الكار. يعني موضوع التواجد لعدة حرف يدوية بيخلينا نتشجع على أنه نساوي أعمال مشتركة. هلا صحيح أنا مختص بالنحاس بالفنون التشكيلية، لكن عنا مثلا شيء جديد هلا اليوم عملنا، ما بعرف إذا فينا نوجه الكاميرا عليه. إيه فينا، هي فينا. جميلة يعني زينب، نعم. كنا عم تحكي عنها تحت الهواء. الأبوكسي كثير موضة هلا، نحن عم نعاصر، عملنا هون زخارف نباتية فرغناها. هي نحاس؟ لا هون ابوكسي. اوكي. خشب نزلنا ابوكسي هون مشان يعطينا روح. خلينا نوجهها شوي للكاميرا لتعطي اكثر وتبين. هو عباره عن صندوق ضيافه. سوينا فيه، دمجنا اكثر من عمل مع بعض. هي الزخارف عبيناها الابوكسي بتعطي انعكاس، وهون عندنا ماده الرخام طبعا كلياتنا بنعرفها. الاطراف تبعها سويناها يدوي مشان تتفرغ، وهون عندنا خيوط من النحاس. هي خيوط من النحاس تتفرغ مكانها وبعدين بتنزل، وهون عنا تنزيل المينا. نعم. حطينا هون شعار الأمل بالعمل. الأمل بالعمل من لوح الانتخابات. ممكن نعمل صحيح لأي درع، يعني أي حسب ما الواحد. هلا مناسبة جدا لهي الأيام. يعني يعتبر صندوق ضيافة من جد من الداخل. كثير حلو كثير حلو. لا بأس فيه، يعني هو في عليه إقبال هون موضوع الدمج. طبعا. نعم، وأيضا هالساعة المميزة أستاذة عدنان أيضا يلي مصنوعة من خشب الشجر. برافو عليكي، هذا خشب الزيتون، ونحن الزيتون بتعرفي مشهور بسوريا مقدس التين والزيتون طبعاً. حتى بالقرآن موجود. الشجرة الميتة اللي ما فينا نستعملها وعم تروح نحن فينا نستغلها، وبنصح كل واحد عم يسمعنا إنه هذا الموضوع ما له صعب. يعني أي جزء شجرة بحطه مهما كان شكله بشرحه وبعدين بخليه ينشف من الزمن، يعني ممكن سنه من شهور سبع شهور لحتى ياخذ وضعيته، بعدين بيتعالج بالزيت. نعم. بعدين بينحط اللكر. وهون ما اعطيته انا لون الطبيعي، هذا التفريغ حلو. من اول موجود، بس انا عبيته ابوكسي، صار عندك انعكاس هون بالضوء وبيعطي فراغ حلو. يعني انت هون فتي بجديد. نعم. يعني بعدنا شوي عن المألوف، وهون موضوع الأرقام. الناس عم تحب هي القصص القديمة. نعم، اللي روح الطبيعة، يعني أكثر من القصص اللي كتير فيها تصنيع وزخرفة، عم تحب هي القصص أكثر. يعني إحنا بدنا نعاصر وبدنا نستقطب كل الآراء. يعني أنت بتحبي مثلا المودرن، أنا لازم أنا أكسبك وشوف شو ميولك، وبحط لك أنا بصمة تراثية قديمة، هيك التعليمات إنه إحنا نحافظ على الفنون التراثية القديمة خاصة بحاضنة الدمر. وهلا عنا مشروع كثير حلو هو جديد. هو بدنا نحكي عن الحاضنة، يعني أنا عم بسألك لنحكي عن الحاضنة اللي عم تعملوا فيها أكيد كمان دورات تدريبية، مو بس إنه فيها شيخ الكار، فيها دورات تدريبية، فيها حصومات دائمة لحتى كل الناس أو كل الشرائح تستفيد من هالمهن والحرف اليدوية. صحيح، نحن الحاضنه قبل ما يشرع موضوع الحاضنه وتفتح خرجنا ما يقارب 960 شخص من الصبايا ومن الكبار ومن الصغار، حتى الطفل الحرفي عنا له مشروع كثير حلو، وخاصه بالصيف هلا بنستغل موضوع انه شو ميول الطفل بيجي لعنا من وجهه حسب ميوله، مثل ما كانوا ابائنا واجدادنا يعلمونا هاي الحرف انه لازم يكون عنده ميول بالاضافه لعلمه، وبتفيده بالوضع الاقتصادي لبيته، وحتى بتفيد عنا المجتمع وبتدور عجله الاقتصاد. نعم. هاي الساعه ما سالتيني عنها.
لسه ما شايفتها انا كثير ولا مبينه على الكاميرا. هاي الساعه انا بدي اعمل لها حمايه ملكيه، بوجه التحيه للمهندس هيثم البكجي. هاي مو ساعة رملية، لا الساعة الثانية. العرب القدماء كانوا يسموا تسميات غير هلا، يعني ما كان في ساعة وكان لهم العتمة الفحمة الزلة، عرفتي كيف؟ كانوا يسمون تسميات شوية غريبة عنه هلا ما بنعرفها. شو كانوا يسمون؟ هلا هون أنا كاتب التسميات كيف كانت بالليل وكيف كانت بالنهار، يعني كيف الساعة واحدة بالليل وكيف الساعة واحدة بالنهار. حافظ شي واحدة منهم؟ حافظهم بس أنت بالترتيب ما بعرف إذا فيني يجيب الساعة ولا هي بأرضها. شو كانوا يقولوا على الواحدة بنص؟ على الزلة، الزلفة، عرفت كيف؟ الفجر، الصع، كله هدول مذكورين. هذا تاريخ كتير. وبالإضافة إلى الساعة العادية اللي هي الأرقام الموجودة بالدائرة الأولى، الدائرة الثانية عم تكون من شان موضوع يعني ما بعد 12 بالليل، والدائرة اللي بعدها بدها تكون ما بعد 12 بالظهر. بتعرفي من زمان ما كان في ساعات، كان يتجهوا يعرفوا على حسب الشمس ما تغيب وتطلع، وبعدين اتجهوا لموضوع الخشبة كيف بتاخذ ظل الخشبة. هلا نعم عم شوف الغدو هون، الغدو كلهم هدول تسميات قديمة عم نذكر كيف الغدو كان الغدو، يعني الظهر قدماء. عم غدا يعني نعم، هي الأصيل السحر القصر كلهم هدول تسميات قديمة. حلو، هي الغروب الشفق كل هدول، حتى الزغرف يعني الزغرف قديمة. نعم. شايفينها بالبيت ايه، وفيها إضاءة كمان. احنا بالمساعدة مع صديقنا منير نحن وجهنا حطينا إضاءة على الدائر، يعني قطعة فنية رائعة. واللي بده ساعة عادية موجودة، واللي بده زخارف نباتيين دمجناهم كلهم مع بعضهم وصار عمل كتير عليه حلو، يعني إقبال. تمام، يعني زينب يمكن حتى الأسماء فيها هيك روح حلوة، الأسماء يلي حاططها الأستاذ عدنان عن جد بدها حماية. تصوري العتمة الشفق يعني عن جد حلوة. خلينا نحكي أيضا عن المعارض اللي أنتم معودين أنه تشاركوا فيها، الداخلية والخارجية أيضا. نعم. في تحضيرات معينة وهدول رح ينتقلوا للمعارض الخارجية؟ طبعا، هلأ نحن عنا معرض كثير مهم بحما، وفي دعم يعني من وزارة الاقتصاد على هاي المشاريع الصغيرة انطلقت إن شاء الله. وفيما بعد عنا معرض بالعراق اسمه صنع في سوريا، معنيين في كل الصناعيين والحرفيين. وصدقيني لحنا انتم على طول متابعين اخبارنا بالمعارض، يعني على طول لحنا قلنا بصمه كثير حلوه بنرفع راسنا فيها، وعلى طول عنا جديد. حتى هلا بالحاضنه انا فاتني الحديث وبحب نوه، ما بعرف اذا بتسمحوا لي، على انه الدورات اللي هلا عم تصير يعني في عليها حسومات كثير كثير كبيره. مين بتشمل هي الحسومات يعني؟ ما كل الناس. كل الناس نعم. هلا بالاول احنا عفوا يعني لابناء وبنات الشهداء كان شبه مجانا. اليوم عملنا عرس وطني كثير كبير حلو بالحاضنه، وصار في ناس ما كانت تسمع بالحاضنه يعني صعقوا بهذا المنظر الحضاري والفعل والورشات وكيف عم تصير اليه العمل من الالف الى الياء. ونحن عدنا مع الاداره وموجه تحيه للسيد لؤي شكو كمان، هو قال يعني اليوم لازم نحن ننطلق ونساعد على انه تكون الدورات شبه رمزيه، من شان نحن هدول اللي عم يتدربوا اول شيء بنأمل لهم فرص عمل، وفي كثير منهم عم يفتحوا ورشات مصغره. وان شاء الله الدعم يعني العجله بلشت تنطلق وفي دعم قائم، لانه احنا في تشابك مع الاتحاد العام للحرفيين، وزاره الصناعه، وزاره الاقتصاد، وزاره السياحه، يعني الحمد لله احنا في تشابك كثير حلو. وهي الحاضنه انطلقت واخذت ان شاء الله هيك على الصعيد بقلب البلد ولبرا خارج البلد. يعني كنت بدي اسالك يعني الحاضنه لسه خلينا نقول ما لها زمان كثير. نعم. باديه، لكن اخذت كثير صدى كبير بين العالم. بشكركم انتم لكم دور كبير يعني. لا وكمان يعني صيت الحرف السوريه اللي عم يجذب العديد من الابناء اللي بيعرفوا انه جانب الدراسه عم لاقيهم عم يتجهوا لامتحان حرف ليحسوا حالهم فعلا انه عم يحافظوا على تراث سوريا. دائما نقول تراثنا هو عز طبعا، فكمان عزنا. خلينا نعرف تفاعل الناس، اقبال الناس على الحاضنه، كيف عم بيختاروا المشروع او الحرفه اللي هن بدهم اياها. نحن بالبدايه من نعمل لهم جوله لاي وفد لاي ناس بدهم يجوا، حتى يكونوا 10 اشخاص، 10 صبايا، 5 6 الى اخره، بنعمل لهم دوره هيك استطلاعيه على كل الحاضنه، دوره تعريفيه بسيطه. بالاخير بنشوف وين اتجاههم، يعني احنا لازم نعرف انه هن وين اتجاههم احنا نتابع معهم. تمام. يعني ما بصير اقنعها بنحاس وهي ما تحب النحاس، على فكره صحيح. الصبايا صاروا كثير مشوارهم كثير حلو بالنحاس وابدعوا. عم بيحبوا النحاس الصبايا؟ ابدعوا، ما شاء الله انتم مثبتين وجودهم. ايديهم ذهب يعني. ايه عم يثبتوا وجودهم، بنوجه لهم احنا يعني مع الشرح انه وين ميولهم، وحتى اللي ما بيحبوا التراث
يعني هلا هاي قطعه ما لها تراثيه، لكن عملنا بصمه تراثيه، حببناهم بالتراث شوي شوي بصيروا هن لحالهم بيتابعوا المسار على انه يحطوا بصمات تراثيه من الماضي، من وحي الماضي، لانه ماضينا كثير حلو. طبعا اكيد يمكن مثل ما قالت زينب، التراث هو عز لنا وفخر لنا، ونحن دائما نفتخر بتراثنا يلي من كل العالم بيجوا، خاصه يعني لسوريا لا يشوفوا كل الاشياء اللي هن ما عندهم اياها واللي هي طلعت من عنا. استاذ عدنان، يعني شيخ الكار عدنان، بدك بس هيك توجه رساله لكل يلي اليوم عم بيتابعنا من منبر الاخباريه قبل ما نختم مع حضرتك؟ انا بوجه رساله اول شيء للخارج، لكل واحد حرفي وشيخ كار وعنده ابداع وعم يشتغل برا وعم يطير هذا الانجاز للغير وعم ينسبه للغير، انا بنصح انه بلده اولى فيه. بعدين اللي عم يطلعون برا اكيد هون بياخذون، يعني اليوم العمل الفني بياخذ ثمنه، ما بيضيع حقه، يعني عم تاخذ برا ما يقارب فرضا على القطعه 100,000 ما يعادلها، ممكن هون تاخذون وربما اكثر، وهون عم تمشي بمشروع التعليم، يعني لك ثواب بالتعليم وانت اخذت اسهمك لفوق، احسن ما يجي الغير مثل ما صار بتركيا انه بيروحوا بياخذوا صاحبين الكفاءه العاليه بالماضي وهلا من جديد اخذوهم وصاروا ينسبوا موضوع الحرف لهم. نحن اولى ونحن اصحاب الحرف، وفعلا ايدين الشيوخ الكار والحرفيين بتلتف بالحريف، بنوجه لهم التحيه. بالنسبه لهون انا بشجع كل واحد عم يسمعنا من خلالكم على موضوع الطفل بالذات انه يتوجه للحاضنه، لانه له مشوار طويل وابداع وفي تعليم، مشروع تعليمي للطفل الحرفي. اكيد يعني انا بدي اقول لك انه يعني احلى شيء بشيوخ الكار انه هذا الشيء عم صار مثل ميراث للحفاظ على التراث، وهذا هو الزبده بعد هالفتره اللي مرقنا فيها. تمام، ما في احتكار حتى فعلا يتحافظ على التراث، على المهن، الحرف اليدويه اللي اشتهروا فيها اجدادنا واشتهرنا فيها عبر العالم كله، انه نحن سوريين صنع في سوريا. نفتخر فيكم ونتمنى لكم تشاركوا باهم المعارض ان شاء الله داخل البلد وخارج البلد. شكرا كثير لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. نشكرك شيخ الكار عدنان تنبرجي، وان شاء الله بالتوفيق بكل معارضكم، بكل مجالات شغلكم وبمشاريعكم الصغيره والكبيره. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه.